في هذه الأيام ينبدون البغضاء ويعم الصفاء ويخيم روح التسامح في القلوب المؤمنة. يقبلون على بعضهم البعض بكل الحب، بكل الصدق، بكل الوفاء. كل ذلك والقلوب مبتهجة وفرحة، وهالي حائل صغارا وكبارا يرفلون بثياب العيد الجديدة. الابتسامات المشرقة تعمر الوجوه، والأيدي تمتد سلاما وألفة، والكلمات تنطلق بأصدق العبارات مهنئة، والشفاه تردد الدعاء سعيدة بهذا العيد. في هذه المناسبة العظيمة يقدمون أهالي حائل الصواني العامرة باللحوم وأطايب الطعام، يقدمونها في الشوارع والأماكن العامة. وهذه العادة الكريمة متأصلة في نفوس أهالي حائل منذ القدم، ولا زالت حتى الآن تقدم لكل الناس وفي كل مكان، للصديق والغريب، والكل يحمد الله على هذه النعمة التي أجاد الله بها على هذه الأمة. كل واحد بملابسه الزاهية يعيد على الآخر سلاما وحبا وصفاء. الناس يتزاورون في حائل في العيد، وتقدم القهوة وتقدم الحلويات بمقدم هذا العيد السعيد.